والله أنا يعني بالنسبة للوالد الله يرحمه تأثرت به كثيرا. كان هو الموجه والمعلم، ليس فقط في الشعر، كان يوجهني حتى في خطبي وفي صلواتي. إذا جيت أصلي بالناس: يا ابني لا تطل. إذا جيت في الخطبة: لا تطل، اختر المواضيع المختصرة. وكان موجه ليس فقط في الشعر، في الشعر مثلا بعض الأحيان يقول: اختصر، ما عليك بمن سبقك. وهو سبحان الله، هو في الواجهة، هو في وجهي، قبلي يعني أراه سبحان الله. فبدأت أنا يمكن القصيدة اللي أعطيتكم أنا وهي والرحيل من المطولات، وأنا كتبتها في بداياتي، يمكن عليها بعض التعديلات، لكن أحب المطولات وأحب أن أضع فيها فكرتي إلى أن تنتهي. فيمكن تأثرت بالوالد من هذه الناحية، وقرأت معظم دواوينه عليه رحمة الله. والوالد شاعر كبير، شاعر كبير، ليس فقط في منطقة جازان فقط، بل في المملكة عامة، في المملكة عامة. معروف علي بن أحمد النعمي، وسبق يعني له سبق أن اختير من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتمثيل المملكة في العراق 1397 عندما كنت في ثانية ابتدائي. وأيضا مثل المملكة في الإمارات، ومثل المملكة أيضا في عمان أيضا، وشارك بقصائد، وأيضا على ما أظن في سوريا أيضا. رحمه الله رحمة واسعة، يعني كان علامة مضيئة في أدب منطقة جازان.